الأدوار المثيرة اللي قدمتها بالسينما سبب تحقيقي للشهرة السريعة، نعم أم لا؟ هي كانت سبب، نعم كانت سبب طبعاً، ما في شك. عرفت الناس أكتر عليك؟ شوفي، هم المخرجين اللي حطوني في الإطار ده، بس أنا ما كنتش كده. يعني أنا أول ما ابتديت في ميرامار، شخصية درية دي شخصية بنت جماعية ومهذبة وناعمة وبتحب، يعني عارفة ما فيهاش اللي اتعمل في صرصرة. فبعد كده نقلت لصرصرة، صرصرة حسين كمال الله يرحمه، حطيني في كادر الموظفة اللي عايزة توصل بأي شكل، واتعمل الحمد لله كويس، وكان إيه يعني نقطة تحول ليا من ده للأدوار دي. فمشيت عليها فترة طويلة على أساس إن أنت عارفة المخرجين لما بيلاقوا حد ناجح في حاجة بيبقى بيوظفوك للوقت في الحتة دي. فدي كانت غلطة طبعا مني أنا، بس أنا كنت محتاجة لها، لأن أنا كنت عايزة أبقى موجودة مشهورة. وطبعا ما فيش بقى حتة لسه الدين اللي موجودة قوي دلوقتي دين، لا. وبعدين احنا كنا كلنا بنلبس العريان وبنلبس المايوهات والقصير يعني مش انا لوحدي اللي كنت بعمل ده يعني، فكان جيلي كان كله كده. انما طبعا ما فيش شك هي كانت طبعا ليها، يعني لو تقدمتي بشكل اخر ومختلف كنت حققتي هذا النوع من الشهره ام لا؟ بيتهيألي كنت يعني لو توظفت في ادوار يعني فيها اخرى بطابع اخر. طبعا اكيد اكيد، انا كنت متاكده انا كنت حابه في سكه ثانيه خالص. بس يمكن كانت الخطوات بطيئه اكثر ولا كانت بنفس السرعه؟ لا كانت هتبقى ابطا شويه، بس هو حسب الشخصيه وحسب الدور وحسب المخرج وحسب يعني، كان اصل انت عارفه ما كانش زي دلوقتي. شوفي الميديا دلوقتي عامله ايه. طبعا. فكانت محدوده المسائل كلها.